والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السيد مدير المجتمع المدني، السيد ممثل منظمة ACF بموريتانيا، السادة وسيدات أعضاء منسقين الشهويين بإئتلاف المجتمع المدني بنطوية بCFF، السادة المشاركين، يطيب لي بمستهل لهذه الكلمة الترحيبية أن أتمنى لكم سنة سعيدة راجية من الله العلي القدير، أن يرفع عن بلادنا وسائر بلاد المؤمنين والمسلمين والعالم أجمعين هذا الوباء المستجد. سادة المشاركون، نلتقي اليوم في هذه الورشة بسياق تكوين المكونين حول أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 التي تسعى بلادنا إلى بلوغها انسجاما مع خيارات الأمم المتحدة، وهذا المجال في هذا المجال والتي لخصها أمينها العام بعبارة كل امرأة وكل طفل. ونحن إذ استطعنا تنظيم أنفسنا ضمن آلية تسمح لنا بالاستفادة من التمويل العالمي للصحة، فمن واجبنا تعزيز قدرات أعضاء ومنسقي تحالفنا الذي أسسناه من نوفمبر 2019 وسميناه ائتلاف المجتمع المدني حول التمويل العالمي للصحة GFF.